مرحبا بك يا عزيزتي في قناة سحر الكروشيه المغربي، قناة تركواز كاجيغ على يوتيوب. كنرحب بك وكنقترح عليك واحد جلابة اشتغلتها بالجوزة ومزوقة مزوقة بالطرز. هنا عندنا الطرز البرازيلي دو لي بغيد، وفي الوسط كاين العقدة الفرنسية. دونك هاد الجلابة هي كيما كتلاحظي عندي اشتغلتها على مستوى الصدر من السطوق. انا نوريها لك. عندنا هنا شوية هاد الصدر من السطوق طويل شي شوية، ماشي 40 سنتيم، 50 او لا كتر كاع. بالنسبة للهبطة الزبونة اختارت انها تستعمل فيها الملاقية ديال الراندا، كنعتقد هادو ثلاثة د الغرزات. دونك الصدر من السطوق مزين مفيني بالمربعات المائلة المسننة. هاد الكوزة قسمتها على جوج اضطرارا لسبب ما، ودورتها على حافة مخشيمة نحطها على المانكا باش نصور لكم الطريقه كيفاش ان خرجت. غنحيد هذا الخيط حيت يلاه كي جات من المصلوح. ثم بالنسبه للاكمام اكتفيت بالضريس ديال المربعات المائله المسننه. هذا الاقتراح ديال الجلابه هو فيه مزيج ديال الكروشي ومزيج ديال الراندا استعملناها في كملاقية، لقينا بها الجلابة كلها، الأكتاف، التركيز، جناب الهبطات القدام. ثم بالنسبة للقب والكروشي زينا به الأكمام، القب والصدر من السطوق. نخليكم مع الصور باش تشوفوا الجلابة كيفاش طلعت. كنتمنى تعجبكم وكنشكركم جزيلا على المتابعة. نخليكم مع الصور، فرجة ممتعة، وإلى اللقاء في عروض جديدة من قناة سحر الكروشي المغربي، قناة تركواز أكادير على يوتيوب. الاعجاب ديالكم بهذه الجلابه كيبان ليا من خلال عدد اللايكات اللي غادي يحصل عليها هذا الفيديو، ولكن الراي ديالكم خليوه ليا في التعليقات. قولوا ليا كي جاكم هذا المزيج ما بين الكروشي اللي خدمناه في الصدر وفي الاكمام، ثم ايضا بالنسبه للفتحه حتى هي. لاحظي معايا عندنا الفتحة حتى هي خدمناها بالكروشي، ثم عندنا الملاقية بالراندا. هنا عندنا في القوب وعندنا في الملاقية كلها وجهة الهبطة، ثم شغل المعلم حتى هو حاضر معنا في هذه الجلابة. كيبان من خلال هاد الشوشة هادي. الى عجبكم هاد المزيج خليو ليا الرأي ديالكم، قولوا ليا في تعليق كي جاتكم هاد الجلابة. شكرا لكم بزاف على المتابعة، على التشجيعات، على الدعوات، بزاف بزاف كنشكركم. انا بالنسبة ليا
انتوما كتشوفوا الخدمة ديالي، كتشوفوا الاقتراحات، كتسمعوا الصوت ديالي، ولكن انا النافذة ديالي اللي كنطل منها عليكم هي التعليقات. دونك التعليقات مهمة جدا بالنسبة لي انا، من خلالها كنشوفكم، كنشوف المتابعات ديالي الوفيات، اللي كنشكركم بزاف على كل شيء. بلا ما نطول عليكم، شكرا جزيلا مرة أخرى، السلام عليكم.